السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. مناورات أمريكية سعودية جديدة على الحدود مع تصاعد المخاوف من رابعة اليمن، وإلى التفاصيل. خيمت الذعر على العواصم الخليجية اليوم السبت مع ترقب المرحلة الرابعة من التصعيد اليمني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه. ونفذت القوات الأمريكية والسعودية مناورات مشتركة لأول مرة منذ سنوات، وأطلق شعار درع الوقاية على المناورة التي نفذت في قيادة المنطقة الشرقية بظهران الجنوب، وشاركت فيها القيادة الوسطى الأمريكية بحضور عدد من قواتها. وتم خلال التدريبات وفق ما نقله موقع وزارة الدفاع السعودية اختبار مدى الجاهزية في مجال أسلحة الدمار الشامل. وهذه هي المرة الأولى التي يتم تنفيذ مثل هذه التدريبات، ولم يتضح ما إذا كانت التدريبات ضمن الاتفاق الأمني المعلن بين الرياض وواشنطن أم مجرد مناورة عادية، لكن تزامنه مع حملة للاستخبارات السعودية التي عكست مخاوف من هجوم يمني يشير إلى قلق السعودية من إمكانية أن تضالها نيران المرحلة الرابعة من العمليات اليمنية. وتضمنت الحملة السعودية إيحاءات بهجوم كبير على اليمن في حال تعرضت السعودية لهجوم، وتخشى السعودية أن يدفع تجاربها الأخير مع الولايات المتحدة وسعيها للتطبيع لإسقاط الهدنة في اليمن، والتي نجحت من خلالها بالتقاط أنفاسها على مدى السنوات الأخيرة بعد أن كادت تغرق بمستنقع الحرب على اليمن. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.